بهدف اكتشاف وابراز قدرات ومهارات الاشخاص ذوي الاعاقه والعمل على دمجهم مع باقي فئات المجتمع نظمت جمعيه الاطفال ذوي الاعاقه الكرنفال الخيري السنوي الترفيهي السادس بعنوان العب واستمتع والذي يستمر ثلاثه ايام بمقر الجمعيه العمانيه للسيارات كرنفال سنوي الهدف منه انه الاطفال من هذه الفئه يندمجوا مع الاطفال العاديين او الاطفال في المجتمع ويكون لهم مثل ما يقولوا نصيب في كل الاشياء الجميله اللي يمكن في بعض الاحيان ما يقدروا يستمتعوا فيها وجود اطفالنا من ذوي الاعاقه في هذه الفعاليات ان شاء الله باذن الله تعالى اللي تسعى الجمعيه دائما لدمج هؤلاء الاطفال مع اقرانهم مع اسرهم في المحيط الخارجي من الجمعيه بشكل خاص الكرنفال يحتضن العديد من الفعاليات مثل ركوب الخيل والدراجات النارية والرسم على الوجوه وفقرات مشوقة على خشبة المسرح بالإضافة إلى ركن الأسرة المنتجة وركن خاص لمشغولات طالبات المهنية وغيرها من الفعاليات وسط أجواء شتوية مليئة بالمرح أقدم أعمال اللي هي استوارات يد موديلية تليفون موديلية سيارات نسوي سند وسوارات ما نسويهن وعاد تبيعهن حال معرض وبعد يسوي عينهن حال كريرة ويعمل الكرنفال على تفعيل دمج الأطفال ذوي الإعاقة في جميع المناسبات الداخلية والخارجية لتعزيز الاعتماد على النفس لديهم كما أن فئة الأشخاص ذوي الإعاقة بحاجة ماسة إلى فعاليات ترفيهية ليتمكنوا من ممارسة نشاطاتهم بعيدا عن أجواء المدرسة وقضاء وقت يحتضنهم بوجود أسرهم الشبكة العمانية هي دورها تأهيل وتدريب الشباب العمانيين والمتطوعين بشكل ممنهج للقيام بالأعمال التطوعية والمشاريع التطوعية دورنا هنا في هذا المعرض وهذا المهرجان هو لتعريف الشباب والزوار عن دور الشبكة في هذا الجانب التطوعي وانعكاسا لرؤيتها ورسالتها، تحرص جمعية الأطفال ذوي على تفعيل مختلف الأنشطة إلى جانب تنويع مصادر الدخل، مما يسهم في تجويد مستوى الخدمات والبرامج والتدريب والتأهيل للأطفال المنتسبين بمراكزها التأهيلية.